كتير من الأشخاص بيفشلوا بالحمية الغذائية، ومن وراء الفشل العديد والمتكرر عندهم هيدا الشي بخليهم يحسوا حالهم فاشلين، وبصيروا يقولوا كمان هالمرة رح أفشل وما رح يزبط معي هيدا الدايت. خلينا ننتبه من الخسارات أو الفشل اللي كنا عم نقطع فيه من قبل، ونقول بركي إنه أنا فشلت من قبل ولكن هالمرة رح تزبط معي. يعني ما نخلي الفشل تبعنا يأكد أو يأثر علينا لدرجة إنه ما يخلينا ننجح هالمرة. دايماً النجاح بيجي من بعد عدد كبير من الفشل اللي معقول يصير معنا بحياتنا.